سبت الدنيا. تحب المسرح ولا فؤاد المهندس؟ مسرح. امال امتى حبيتي فؤاد المهندس؟ حبيته بعد كام شهر كده، بعد ما المسرحية طلعت. بعد ما المسرحية سكرتير فني، بعد سكرتير فني وفي أنا وهو هي، وبعد رجعنا عملنا سكرتير فني تاني وفي أنا وهو هي، ورجوع أنا وهو هي بقى. كل ده ما كانش فيه حب؟ مش ما كانش كله، كان 3 أشهر وتلات أشهر رواية تانية، وتلات أشهر نرجل عليها، وتلات يعني ما كناش بالسنين يعني أنت عارف. بس ده 9 أشهر يعني، يعني 3 شهور. لا ما هو 3 أشهر السكرتير فني، وتلات أشهر حصل في أنا وهو هي، رجعنا السكرتير الفني تاني كان تمام بقى. تمام. طب وهو حبك امتى؟ تهيألي في نفس الوقت، بس ما لا بينت ولا بين يعني، تهيألي في نفس الوقت. بيحصل لينك، بيحصل كيمستري طبعا، كيمياء اكيد. طب ايه رايك لو نشوفه بقى هو بنفسه على الشاشه بتاعتنا النهارده؟ شوفي المفاجاه دي. انا كنت بعمل السكرتير الفني، وكان اللي هياخد الدور اللي انا لعبته الله يرحمه السيد بدير. بس السيد بدير جات له سفريه فسافر، فجابوني انا، فكانوا عايزين يجيبوا بقى فنانه تلقلي. قعدوا يفكروا، وبعدين انا ما اعرفش شويكار. انا اعرف اسم شويكار ده لانها عملت حاجه كانت عاميه فيها او حاجه كده يعني في المسرح، يعني ما 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 يعني ما مسكتش في ذهني. فجابوا شويكار، وهي بصت لي يعني كده بصه وقاستني من اولي لاخري، وانا طبعا رديت البصه دي ب10 بصات وبدات اشتغل. هي كانت معجبه بيا اعجاب لا حد له، لدرجه انها اثناء العرض في السكرتير الفني في اول ايامه كانت بتمضيني على اوتوجراف لها. قلت لها ايه ده؟ قالت لي اوتوجراف، عشان يعني مهم قوي. فده اول لقاء، واستمرت بقى المعرفه واستمر اللقاء يوم بعد يوم لغايه ما وصل بقى لما وصل اليه. ساعة صفا. يعني انت بتكتبي، شوفي قد ايه انا بقول المظبوط. صحيح. انه يعني بالظبط كده. في الاول بصيت كده وما كنتش عارفاه، وبعدين فعلا قلت له، بس ما يعني ما اديتوش اوتوجراف، انما قلت له والله لو ما كنت يعني بمثل معاك عشان تفتكرني يمكن بكذب، او يعني كنت هقول لك من فضلك تكتب لي في الاوتوجراف كتر ما كنت معجبه بيك كفنان. هل وجدت صعوبات في اتمام الزواج؟ اي ايه اللي حصل؟ ازاي؟ اللي حصل انه يعني الوالد والوالده ما كانوش موافقين على الجواز. كان في انسان تاني موجود، يعني كان يهمهم ان انا اتجوزه اكتر. دي حاجه. الحاجه التانيه، انا عايزه فؤاد. الشخصيه دي ملكتني. اولا يعني فوجئت اما تكوني مش عارفه حد خالص، وبعدين تفاجئي بحاجه فعلا كبيره قوي. فجت عملت عندي حاجه، حاله كده من اتبهرت بيه. وبعدين انسان ما هوش اناني، انسان طيب، انسان صادق، انسان مخلص لشغله. والبني ادم ما بيتجزاش. محترم. اتبهرت بيه، بقيت مبهوره بيه.
ده في الأول كان كده، بعدين إيه يعني ما مش عايزينه ليه يعني؟ ليه يعني؟ لا هما شايفين إنه أنا لازم أتجوز حاجات مش عارف إيه، الحاجات اللي بيقولوها دي. في الحقيقة ما حصلش ده، فضلنا ساكتين ومن وراهم وأجري طبعا وقابله من وراهم وبروفات وأقول بروفات وأنا كدابة واروح حتت واشوفه فيها واركب العربيه الفولكس واقعد اعيط وبحبك وبموت فيك والحاجات دول لغايه فيلم هارب من الزواج. كنت تميت 21 سنه. 4 نوفمبر وبعمل فيلم هارب من الزواج، وكان حسن السيفي وزهرة العلا معايا. وكان بقالي كان يوم 4 وكنا بنعمل، وكان في فستان فرح في الفيلم ده. طلعنا من الفيلم على المأذون، خبطنا عليه الساعه 4 الصبح انا وحسن السيفي، ربنا يديله الصحه الاستاذ حسن السيفي وزهره والاستاذ محمود السيفي الله يرحمه، وخبطنا عليه الساعه 4 الصبح، رحنا متجوزين وهربنا منهم ورحنا على مينا هاوس وضربت لهم تليفون قلت لهم انا عندي تصوير كمان. ايوه ومسافره يومين ثلاثه في المينا هاوس، وعملنا الفيلم بتاع هارب من الزواج، ورحنا مأجرين شقه مفروشه في شارع يحيى ابراهيم في الزمالك. وقعدنا فيها ورحت ضربه لهم تليفون قلت لهم انا اتجوزت، قطعوك طخ التليفون في وشي. ايوه شهر كده فضلت اتسرسب وعيط لأمي شوية، عيط لأبويا شوية، بحبه وبموت فيه ومش قادرة على بعده، وأنا بحبه وأنا اتجوزت وخلاص وأبغى الحلال عند الله الطلاق وهتطلقوني منه وهبقى واحدة بدل ما كنت أرملة بقيت دلوقتي هبقى مطلقة، بحبه وبحبه. دخل عليهم هو الحقيقة. طب يعني والله ان انا امي وابويا حبوا فؤاد اكتر مني. يا سلام. او وحياة ربنا حنون لغايه اخر ثانيه. امي كانت بتوصيني عليه. يا الكلام ده من 10 اشهر يعني. الله يرحمها الله يعيش يا رب. فيعني من كتر ما انا كنت صح ومن كتر ما قلبي كان صح ومن كتر ما هو كان حقيقي كمان. يعني هو كمان كان بني ادم حقيقي حقيقي معايا. ايوه فكان كده واخدنا الولاد وربنا الولاد وكبرنا الولاد وجوزنا الولاد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هل كان وجه الاعتراض ان هو متجوز يعني، ولا كان ايه وجه الاعتراض؟ ما اعرفش، مش عايزين فنان بقى ولا ما اعرفش، هما ما كانوش عايزينه، هو كانوا عايزين التاني مش عشان حاجه ابدا. عشان ما لازم يكون في ميزه للتاني بالنسبه للاهل. ما هو التاني بالنسبه للاهل يعني راجل ما عندوش ولاد قد يعني كده حاجات كده.